السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترحبوا بالإخوة والأخوات المتابعين لنا سواء على صفحة الفيسبوك فور جيسيون أو على قناة يوتيوب فور جيسيون أو على الموقع الإلكتروني الجديد فور جيسيون أكاديمي. كما تشوفوا معنا موقع فور جيسيون في حلة جديدة للإسم ديالو ولات فور جيسيون أكاديمي بوان كوم. كما تلاحظوا معايا حاولنا نقدو السيت على حسب التطلعات ديالنا ان شاء الله المستقبليه. غنحاولوا نضيفوا فيه مجموعه ديال البرامج، مجموعه ديال الدروس الجديده، كذلك مجموعه ديال لي فيديو. اذا في هذه الحاله هذه وقفنا السيت الاولاني اللي كان forgestion.com ودرنا هذا السيت هذا بلاصو forgestionacademy.com من بعد ما ولات اكاديميه forgestion. كما تشوفوا معايا هذه هي لونتري ديال السيت، لاباج الاولى لاباج داكوي. فوالا تتقبض تلقى معلومات على الموقع ديالنا، تلقى لي كور بوبيلير يعني اللي شافوهم معظم الناس، تلقى معلومات على لاكاديمي ابروبو دو لاكاديمي، كذلك النيميرو دو التليفون ديالنا والعنوان. النيميرو دو التليفون والعنوان ديالنا يعني اللي بغى يدير معنا الكونتاكت. مزيان، دابا غنحاولوا ندير معكم واحد الجوله صغيره في السيت وكيفاش نقدروا نستافدوا من الموقع ونستافدوا من الدروس ديالو. نمشيو اول بوطون عندنا اللي هي بوطون ديال كور، غنشوفوا لي كور اللي كاينين. فوالا تحط لنا لاباج ديال لي كور. فوالا هنا كاينين لي كور بيمون دي اوبيراسيون انترناسيونال، اوديت، ماركتينغ، جيسيون ريسورس هيومان. فوالا هنا كاينين لي كور. الجديد اننا كل كور تيقدروا يكونوا فيه مجموعه ديال لي لوسون. علاش هادشي ديفلوبيناه في السيت ديالنا؟ اذا مثلا مشيتي لكور ماركتينغ، كليكيتي على الماركتينغ، غتفتح لك كور ماركتينغ، لكن هنا تعريف بسيط على الكور، عاد تلقى تهبط تلقى لوسون. هنا مثلا عندنا دو لوسون في الماركتينغ، ماركتينغ 1 وماركتينغ 2، وتلقى الدروس اللي عندها علاقة مع الدروس ديال الماركتينغ طبعا اللي بغيتي تحتاجهم واللي هما اصلا كاينين في لي كور. نمشيو مثلا لوسون كور ماركتينغ، غنلقى لوسون الاول ماركتينغ 1. فوالا هنا الى بغيت تيليشارجي كليكي سور لو ليان بوغ تيليشارجي الكور، يعني غنكليكي هنا غي تيليشارجي لي كور. كما تشوفوا معايا هنا كيسيون، باش ديبوزي فوتر كيسيون ما عندكش ليسباس. في هذه الحاله هذه حنا خرجنا بطريقه جديده ان شاء الله، اللي هي ان الناس يمكن لهم طلبه ينضموا لنا للسيت. وهنا كما تشوفوا سين ان، يعني من هنا تقدر تنضم لنا للسيت ديالنا وتولي واحد من الناس ديال السيت اللي تيقدروا يكتبوا لي كومونتير، يقدروا يكتبوا لي كيسيون وتوصلوا باخر المستجدات ديال الموقع ديالنا. اذا تقدر تكتب هنا جينا سنين وتكليكي وتكتب اليوزر نيم ديالك والمود باس. كيفاش غتكتب هاد اليوزر نيم ديالك والمود باس؟ غنديروا واحد اللين تحت من هاد الفيديو هذا، لا يمكن لك فيه انك تعمر لينا لو نو لي برينون ديالك ولو مود دو باس اللي بغيتي تدخل به. وحنا غنحاولوا ندخلوا لك المعطيات هنا ونديروا لك سيسيون ديالك ونصيفطوا لك في الايميل ديالك. اذا غتعطينا لو مود دو باس ولو نو برينون او الايميل، يعني لو باس اللي بغيتي يكون عندك، وغندخلوك المعطيات وغنصيفطو لك في الايميل ديالك المعطيات، وتقدر حتى تولي تدخل معنا الموقع وتستافد من الدروس وتقدر تسول وتكومونتي. مثلا هنا ندير واحد كتب علي بك ندخل به، وهنا ندير المود باس فوالا سين. نتسنى بيدمان يدخل. دابا عندي بيسي عمر بزاف، تقالت شويه الكونيكسيون، بيسي تقال حيت عمر عندي بزاف لي دوني خصني عاد نخوي فيه. نتسناو شويه. فوالا هو دخل ليا، يعني دابا انا فين ماي بروفيل، يعني في البروفيل ديالي وسط السيت. هنا لو نو اي لو برينو، هنا السيناتور ما عندك ما دير بها. مثلا هنا تكتب كومونتير عليك انت، تعرف براسك، يعني هادو غيبقاو انت اللي غتعمرهم. حنا حدنا غنعطيوك الام سميتو، نعطيوك اليوزر نيم
نعطيوك المود باس باش تدخل. انت اصلا كنتي صيفطتي لينا في الفورمولير راه حطوها تحت من هذا الفيديو هذا، يمكن لك انك تمن علينا وتصيفطها لينا ونعطيوك لي دوني. هنا كتب البروفيل ديالك في فيسبوك، البروفيل ديالك في جوجل بلس، في تويتر، اي حاجه عندك فيها هنا بروفيل تقدر تخدمها ودير سيف تشانج ولا تابلودي حتى الفوتو ديالك حتى هي وتولي عندك. يعني انت معانا هنا من الخارطه عندنا الفوتو ديالك، عندنا المعلومات ديالك هنا، شنو تكتب معلومات عليك، يعني النيفو سكولير ديالك، لو نون بخينون جوست ديالك، يعني الاهداف ديالك، شنو خدام، شنو تدير. يعني هنا تكتب واحد في الكومونتير عليك انت مزيان وغتعمرو في الاخر دير سيف تشانج غيولي عندنا كلشي. و حتى غيولي عندك هنا البروفيل ديالك فيه المعلومات ديالك والفوتو ديالك مزيان. في هذه الحاله هذه تقدر انك تستافد دابا حاليا، مثلا مشينا للكور نرجعو للكور دابا انت داخل بالبروفيل ديالك، رجع كور الماركتينغ، يمكن لك دابا تكتب كومونتير دابا الماركتينغ مشي للوسون قبيله ما كانش عندنا حق نكتبو كيسيون ديالنا، دابا يمكن كور ماركتينغ ونلقى بلاص كيسيون. فوالا عندي اسباس فين نكتب كيسيون وفين نكتب كومونتير ونصيفط الكيسيون ديالي. يعني نكتب هنا الكيسيون اللي عندي، الا كانت شي كيسيون نكتب هنا الكومونتير وهنا نصيفطها. اذا دابا انا وليت منخرط في السيت، يعني انخرطت معنا في الاكاديمية، اكاديمية خرجت معنا عبر الانترنت في الاكاديمية فور جيسيون. الا بغيتي نعرف هنا لوجيسيال، يعني لي دوكيمون اللي خاصين باللوجيسيال، يعني البي دي اف، لي كور بي دي اف على لي لوجيسيال اللي كاينين في الدومين ديال الكونتابيليتي والجيسيون لا باي، كما تشوفوا هنا الاو بي بي كونتابيليتي، سيج باي، سيج كونتابيليتي 100، سي ال كونتابيليتي، سي ال جيسيون، وغنضيفو مجموعة أخرى إن شاء الله. أي واحد بغا يكور ديالو راه يمكنك أنك تكليكي مثلا على الأو بي بي هنا، فوالا غتلقى الكور، كور تقدر تيليشارجي، كليكي سور ليا بوغ تيليشارجي أو بي بي كونتابيليتي، تكليكي عليه هنا عيطك لا ما باش تيليشارجي. وكذلك هنا عندك كومونتير باش تقدر تكومونتي على هاد البوست ديالك ودير اد كومونتير وغيجي وصلنا الكومونتير ديالك ان شاء الله. هذا فيما يخص الكور. كذلك لي فيديو، هنا لي فيديو غتلقى لي فيديو مجموعين كاملين، يعني بغيتي لي فيديو ديال فور جيسيون غتلقى لي فيديو مجموعين كاملين. فوالا تبقى تقول تشوف لي فيديو ديالنا كاملين، تكليكي مثلا بغيت تفرج كونطابيلي جينيرال كريدي باي وليزيك، تكليكي على هنا غيتحل لك في كل فيديو. الاول غتكون فوتو، هذه الاولى فهي فوتو، وتحت منها غتلقى الفيديو. فوالا هنا كاين الفيديو، تكليكي وتفرج في الكور اللي بغيتي تفرج فيه. ومن بعد كاين عندك الحق انك دير كومونتير، طبعا اللي عنده الحق انه يدير كومونتير ولا يكتب الكيسيون ديالو هو اللي تيكون منخرط معنا في السيت ديال فور جيسيون اكاديمي مزيان. كذلك هنا عندنا لي زارتيكل ونفس الطريقه، تكليك على لارتيكل تقرا لارتيكل وعندك الحق انك تكومونتي. هنا نو سيرفيس، نو سيرفيس خدمات تتقدمهم فور جيسيون اكاديمي، نو سيرفيس كونطابيليتي، فورماسيون اي سيمينير، ديفلوبمون هيومان، اي فورماسيون اون لين ان شاء الله اللي تبدا ان شاء الله في لو مواد 9 ان شاء الله مع الديبي ديال لاني سكولير. فوالا هادي لا باج ديال نو سيرفيس. هنا لايف يعني لا باج ديال البث المباشر، هنا فين تيكون عندنا البث المباشر، باش نعلنو على البث المباشر تيكون هنا. يعني هنا الانسان كليك على لايف ديريكتومون غيمشي للباج ديال البث المباشر. طبعا هاد الباج ديال البث المباشر ما تموديفاتش من اخر بث مباشر درنا في زفت كوميرس. مرحبا بكم في البث المباشر لزفت كوميرس، كانوا الناس هنا تبعوا معنا البث المباشر ديال زفت كوميرس. طبعا غيكون هنا واحد ليسباس من يقدر اي واحد يكتب كومونتير ديالو ان شاء الله فاش يكون البث المباشر. اذا هادي هي الباج ديال البث المباشر، رجع لاباج ديالي بوزيسيون. فوالا هنا نقدر نقول لكم اننا درنا واحد الجوله على السيت ديال فورجيسيون اكاديمي بالحله الجديده ديالها. ان شاء الله غتكون فورجيسيون اكاديمي بوان كوم، ومن بعد باش نقادو نوض الدومين الاول اللي كنا خدمنا به اللي هو فورجيسيون بوان كوم، بجوج بغيكونوا يشديوك هنا عندنا السيت ديال فورجيسيون
اكاديمي. من بعد بدات بغيت تخرج تالي تقدر ديري سيت اوت، يعني تخرج من البروفيل ديالك، وديك ثم تخرج من البروفيل ديالك وتولي بحال واحد متصفح عادي ديال سيت فور جيستيون اكاديمي. اذا كما قلنا غيكون عندنا تحت من هذا الفيديو هذه واحد اللين يمكن تضغط عليه غيديك باش تكتب المعلومات ديالك اللي هما نون اي برينو ادريس ايميل اي لو مود باس اللي اختاريتيه انت، باش حنا نصوبوا لك سيسيون ديالك البروفيل ديالك في السيت ديالنا على حسب مود باس اللي بغيتي انت. غنصيفط لك واحد الميساج في الايميل اللي رسلتي لينا غنقول لك فيه فوالا راه صافي راه الامور ديالك راه مزيانه، ونقول لك دابا انك تستفد معنا من فور جيستيون اكاديمي من السيت ديالنا، وتقدر تكومونتي ودير لي كيسيون ديالك. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا هاد السنه هادي من فور جيستيون اكاديمي. الحمد لله الحفل ديال فور جيستيون اكاديمي تسليم الشواهد داز احسن ما يرام. نتمنى من جميع الناس اللي تعرفونا وتبعونا انه التوفيق ان شاء الله والاستفاده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.